فاتي يا بنوري ولا بنوري نزل الازازه اقول لك حاجه كم نفر عندك جوه كم واحد يا دي الناس اللي بنت كم واحد طب استنى استنى كم نفر مسلحين لا مؤاخذة لا مؤاخذة مسلحين طب خلاص حطيت ايدي على البلف على فكرة بقى الوقود اللي في الطيارة مش هيكفي للخروج برا مصر اتصرفوا من اي حتة زودولي بنزين وعلى رأي المثل ان بنزنت بنزن سمعني هو؟ اكيد اسمع يا ابني معاك النقيب تيسير فهمي انصحك انك ترجع الطياره ارض المطار وتلغي فكره الخطف وانا هطلعك براءه انت والناس اللي معاك وانت ازاي هتطلعنا براءه هطلع لكم ورق يثبت ان انتوا مجانين ومعاكوا شهادات معاملات اطفال وانت فكرك الحكومه هتصدق يا ابني احنا الحكومه هنشربها بمزاجنا الكلام ده ما ياكلش معانا وعلى راي المثل ان كان كل احنا لينا مطلب واحد ومش هنفصل فيه اقدر اعرف ايه هو الافراج عن الحروف يا اما هناخد الطياره كلها باللي فيها ونطلع على اليونان ولا اليونان احلى استنى انت معاك دكتور بيرم وكيل اعمال والمتحدث الرسمي للرجل العنابي وليه العوا ده بقى ايه اللي دخل الرجل العنابي بينا ولا عوا ولا حاجه المصلحه واحده انتوا عايزين الحوفي واحنا عايزين نطمن على سلامه الركاب وده هيحصل ازاي هنبعت لكم الرجل العنابي فوق لو لقى الركاب كويسين هنبعت لكم الحوفي ونفتح لكم المجال الجوي واضمن منين بقى ان الرجل العنابي مش هيقل باصله ويعمل حركه كده ولا كده الضمان معاك 150 راكب فوق تحت ايدك اي رصاصه هتخرج من مسدسك هتعرضهم للخطر والعنابي بتاعي مش عبيط عشان يعرضهم للخطر والعنابي ده بقى هيخش الطياره ازاي هيدخل الطياره ازاي لازم الكابتن ماجد ينزل بالطياره لارتفاع اقل من 10000 قدم ويعادل الضغط الداخلي زي الخارجي اظن سمعت بلغ بقى الكابتن ماجد لو ما لقيتش الكابتن ماجد ابلغ الاخوان شوقي لا مش وقته حبيبي الكلام ده نفذ واحنا هنبعت لكم العنابي حالا ماشي الكلام عالية قوي دي يا برنس الاخوان شوقي وياسين وكابتن ماجد وكده خوفي ايه اللي انت هتديهولهم انت بتتصرف كده بصفتك ايه بصفتي ان انا الوحيد اللي هخرجكم الكارثه دي ومع ذلك يا سيدي انا اسف اتصرفوا انت استنى بس يا بيرم ما تزعلش من عمي ده راجل كبير وبيخرب تأثير لم نفسك احنا في مكان حساس والكلام ده متسجل علينا انا مش قصدي يا عمي معلش اصل عذره بس اصل هو يعني بنته وحفيده فوق في الطياره وانا اخويا ومراته فوق في الطياره يعني قلبي على الطياره اكتر منكم يا تتصرفوا انتوا يا تسيبوني انا اتصرف لا طبعا اتصرف انت ها يا عنابي كام واحد نفرين كان معاهم سلاح مسلحين طب اسمع يا عنابي هتطلع هتطمن على الرهاين اللي فوق وتنزل لنا تاني هات فتن والأبلودي واحنا اللي بقيت الطيارة ولعب جاز حصل استاذ عنابي لو سمحت أمرنا يا باشا اهم حاجه نظام حاول ما تنزلش من غيره دينا حاول لو ما عرفتش مش مشكله السلام عليكم أبنودي ما تروح تضرب الراجل اللي ماسك مسدس دوت في ايده علقه زي اللي اديتها للعنابي علقه لا ما ينفعش هو ايه اللي ما ينفعش اذا كنت ضربت العنابي يبقى ده هتضربه بصبع رجلك الصغير فاتن ده وقته عايز ايه انا ضربت العنابي عشان ضايقك انما ده ما عملكيش حاجه اضربه ليه مضايقنيش ايه ده خطفني خطف الناس كلها اهو اديكي قلتي خطفك مش مضايقك لو كان مضايقك كنت ضربته وبعدين اشمعنى انا يعني دون الناس اللي في الطياره كلها اللي عايزاني اضربه اصوت والم عليك الناس هو انا يا راجل اعرف غيرك في الطياره طب ايه رايك بقى انك هتضربه فاتن يا حبيبتي مش معنى ان ربنا مديني شويه قوه زياده ان افتري بيها على البشر كده عادي لا
وبعدين اديكي شايفه الاستاذ مسقط والاستاذ شقط ده جسمهم عامل ازاي؟ ده مش هياخدوا مني نفخه. في ايه؟ عاملين زيتها منك ليها ليه؟ عاجبك كده؟ اهمدي بقى. احنا اسفين يا استاذ مشقط. مشقط؟ انت هتهزر معايا؟ اسفين ده ايه؟ مش اللي يخطف طياره الاول يعرف عليها مين وظروفه ايه ولا يخطف كده والسلام؟ وانا جاي اعمل جمعيه ولا اخطف طياره؟ عليها مين وظروفه ايه؟ عليها الراجل الذكر قوي اللي ضرب الرجل العنابي وسففه التراب. وايه نظام الاكل هنا؟ انا جعان وعلى راي المثل ان جوعت جوع. انا عاوز اكل طبيخ. ما تكلم لنا الواد العنابي ده يجيب لنا اي حاجه تكويه وهو جاي. بقول لكم ايه، انا ممكن اطبخ لكم بس بشرط تفكوا جوزي. ماشي ماشي. بتعرف تطبخ يا بيت؟ بيت ما تبيتك. انا بعمل بقى محشي كرنب عجب. الله، بالرز؟ بالرز. وبتحروقيه كده وتحرمشيه من تحت؟ ايوه، محرمش كده لحد ما يسود. وتعصري على وشه ليمونه. ليمونه وحبه حبهان. اكتب الطلبات في ورقه بسرعه والعنابي يجيبها معاه وهو جاي. صباح الفل يا شباب. صباح الفل. مرحبا بالعنابي. من الاخر يا رجاله، احنا شباب زي بعضينا وعايزين نحل الحوار ده في البتوين بره الحكومه. يعني احنا عند كلامنا والناس قدامك اهو مسخسلين. شيك عليهم وعلى راي المثل ان شيكت شيك، وانزل هات لنا الحوفي وتعالى. انت كويس يا بت؟ وانت مالك؟ خليك بعيد ولا خليه يديلك علقه زي اللي اديها لك في الصحراء. بعيد ايه؟ هديكي بالقلم على وشك. امسكي فيه، ده جاي ينقذنا. سيبك منها يا عنابي وانقذنا انا. ايه ده يا جدعان؟ احنا مش قلنا مفيش حد هيتاذي؟ رابطين الجدع ده ليه؟ ده انت نفسك ما تزعلش على النانوس ده، والبت دي بتقول ان انت كلت علقه مكن. صحيح الكلام ده يا ابو العنانيب؟ حصل والنعمه ما قلت. بيقول لك هي اللي قالت له. انا ما فتحتش بقى. مش موضوعنا. فكوا وشوفوا طلباتكم ايه. بص يا عم الحاج، انت هتجيب لنا الحوفي ومعاه بنزين زياده يكفينا عشان نوصل لليونان، وتجيب لنا الطلبات دي عشان خاطر المحشي. عشان ايه؟ المحشي 10 كرومبات و20 علبه صلصه و12 كيس رز و10 كرفس وواحد شابت. ايوه، بس الكلام ده على حساب مين يا رجاله؟ على حساب الحكومه. احنا لينا وجبه في الطياره هنا وما شفناش عنها حاجه. البت دي بتعمل محشي محروق اجرك الله. راكب؟ راكب، بس انا لا مؤاخذه يعني ما اعرفش انقي الحاجات دي لوحدي. البت دي تلزمني تنزل تنقي معايا ونرجع سوا. والله فكره. احسن ما يجيب الحاجات بايظه. تنزلي تروحي فين؟ انت مالكيش راجل ولا ايه؟ مفيش نزول، انا اللي هنزل معاه بنفسي. خدني معاك انا يا عنابي، انا بنقي احسن منها. خدهم هما الاثنين، مش فارقين معانا اصلا. بس اقول لك على حاجه، بعد نص ساعه بالظبط لو ما بقتش هنا هصحك كل اللي هينصحك. ربع ساعه بعد فكوه. يلا اتفضل. بقول لك ايه، ما تقول لهم ساعه عشان نلحق نجيب الحاجه. يا بنت الغبيه، بقول لهم كده وخلاص، احنا مش راجعين تاني. يلا بينا. ايه ده؟ ده عيل صغير ولا دبدوب؟ لا يا عناب، ده ابني نظام. نظام ابن الظابط؟ ابني تيسير جوزي. وايه اللي في ايده ده؟ ده بيحبك قوي يا مستر عناب. احنا ملناش حد هنا في الطياره، ارجوك انقذني انا وابني. استرجل يا، مفيش راجل يخاف. هتبات النهارده في اوضتك. ميرسي قوي مستر عناب. خليكوا انتوا هنا، انا راجع تاني. ليه يا عنابي؟ كرومب ايه في المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي؟ انا مش فاهم يعني. احنا قاعدين هنا اعصابنا محروقه وهما فوق عايزين ياكلوا محشي، واحنا ما كناش اي حاجه من صباحيه ربنا. بالعكس، دي فرصه جت لحد عندنا. المحشي ده هو الثغره اللي هنخش لهم منها. ازاي يعني؟ اسمع يا النبي، روح اشتري لهم الحاجات اللي قالوا عليها، وانا هجيب شويه حاجات من المعمل وقابلني هنا بعد شويه. ايوه بس لا مؤاخذه يعني، مين اللي هيحاسب على الطلبات دي؟ ماشي ماشي، حاسبه دلوقتي تيسير وانا حاسبك بعدين. السلام عليكم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش في طابور حضرتك ولا ايه؟ معلش يا ابله، خمسه بالحب كده عشان مستعجل. بقول لك ايه، مستعجل مش مستعجل دي مش مشكلتي، انت هنا زيك زينا، يعني جاي تشتري يبقى تقف في نفس الصف. امال احنا عملنا الثوره ليه؟ عارف ليه؟ عشان ما يجيش بقى واحد بواسطه، فنان ولا لعيب كوره ولا بيطير
ولا يعني بقى عشان انت الراجل العنابي؟ لا والله قبل ولا عشان العنابي ولا نيلة، الفكرة كلها ان انا جاي اجيب شوية طلبات عشان في طيارة مخطوفة انا رايح انقذها. طيارة؟ طيارة الأقصر؟ اهو انت كده حطيتي ايدك على البال، في طيارة الساعة 8. طب 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 دي فيها اخويا ومراته. اه طب انا هروح بقى في اخر الصف. لا 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 تعال هنا، رايح فين؟ اصل انا الثوره غيرتني. عشان خاطر ابوس ايدك. اصل انت كلامك اثر فيا والثوره فعلا غيرتني. ما كل ده عشان مصر. تعال تعال حاسب له حاسب له على حسابي على حسابي. ماشي. ولازلنا مع الحدث لحظة بلحظة من داخل المطار. الرجل العنابي يطير خارج برج المراقبة ولكن لا نعلم إلى أين. الواضح أن هناك تعاون واضح بين حزب الصراحة راحة ورجال الشرطة والأمن لإنقاذ الرهائن الموجودين في الطيارة. تعالوا نتعرف على بعض أهالي الرهائن. حضرتك ليكي حد في الطيارة؟ اللي ليا حد، البنت فاتني حبت عين أمها، دي حتى لسه عروسة جديدة وما لحقتش تتهنى. إلهي ربنا رجعت لينا بالسلامة يا فاتن، وياخد اللي في بالي يا رب. وتقرب لك إيه بقى إن شاء الله؟ فاتن؟ فاتن دي زي أختي بالظبط، أنا وهي وعصفور متربيين مع بعضينا، بس الفرق إن فاتن أختي وعصفور مش زي أخويا، وأنا وعصفور لا مؤاخذة يعني ملناش غير بعض. اللي خدته القرعة تاخده مش شعور. قرعة؟ تحب أوريك القرعة دي تطلع؟ إيه اللي بيحصل ده؟ لا اقطع يا مخرج اقطع. اعتذر اعزائي المشاهدين عن اللي عملته المراسلة بتاعتنا سلمى. انا مش قادر اتخيل ازاي سلمى تعمل كده، سابت ايه للمشالبه بتاعت الخضار. اعتذر مرة تانية وتالتة وعشرة، واحب اطمن اسر الرهائن وكل اصحاب الرهائن وكل قرايب الرهائن من بعيد ان صريح الفيل وحزب الصراحة راحة لن يتخلوا ابدا عن الرهائن. ولو حكمت اني اروح بنفسي واطلع لهم الطيارة وياخدوني بدلهم هعمل كده. ما تفهمنا بتعمل ايه يا ابني؟ ما تسيبه يا عم يشوف شغله. يا سيدي انا بحقن الكرنب منوم عشان لما جوز الخيل اللي فوق ياكلوا المحشي يناموا ونقدر ننزل بالطيارة. طب افرض الناس اللي في الطيارة كلت معاه، وانا عارف نظام طفص لا يمكن هيسيب حلة المحشي تعدي من قدامه. ايوه صح، انا خايف الواد نظام ياكل من حلة المحشي وينام فوق. ما ينام ايه المشكلة؟ انت خايف على نظام من حلة المحشي؟ المفروض تخاف على الركاب من نظام. انت عارف نظام لو كان الكرومبو ونام وبطنه اشتغلت، انت عارف ممكن يعمل ايه في الركاب؟ وربنا ده الطيارة تنفجر. اللي اقول لي على النبي، انت وانت فوق شفت نظام ابني؟ اه يا عم اتكلمت معاه كمان، ده واد زي العسل، ده انا فكرته دبدوب وربنا. اه هو جميل. قلت اتكلمت معاه؟ هو رد عليك؟ لا وعدم المؤاخذة يعني امه قالت لي ان هو تعبان شوية، باين انه اخلص او متخلف او حاجة زي كده. طب معلش يا النبي، ممكن لما تطلع تاني أأمنك رسالة توصلها لنظام ابني؟ رسالة ايه بس يا باشا؟ رسالة ايه؟ دي طيارة مخطوفة ورهاين وشغل عالي قوي، ومش وقت عاطف يعني. جرايا يا النبي، انت بتذلني عشان انت بتعرف تطير وانا لا؟ طب ايه رأيك بقى ان الرسالة اللي انا عايز اوصلها لنظام ابني هتوصل له؟ حتى لو الموضوع ده كلفني حياتي. اظن انا بقى كده عملت اللي عليا. ايه؟ لا مفيش، ده انا بتنفس عادي. واحنا عند كلامنا يا عنابي، تجيب لنا الحوفي نطلق لك صلاح وهاي، وعلى رأي المثل ان اطلقت اطلق استبينا. انت يا عنابي يطين يا حباب البرك. عايز ايه يا ست؟ جايب لي كرومبايه بايظه ولا هو مش عشان انت اللي دافع خلاص ما بقاش في ضمير؟ وفيها ايه يعني؟ ما انا جايب 9 كرومبات طلعت واحده بايظه، ما حصلش حاجه يعني. لا حصل. ايه رايك بقى ان انا مش مكمله الطبيخ الا لما تروح تجيب لي واحده تانية؟ خلاص بقى يا عنابي، ما بوظناش الطبخ. وانت يا بنت انت كملي طبيخ قبل ما يجي ويبدلها لك، وعلى راي الناس ان بدلت بدل. امسك عشان بعد كده لما ابعتك تجيب حاجه تاني تجيبها عدل. يلا ما تقعدش تفت كده من دماغك. هو في حد هنا يا جماعه اسمه نظام؟ اه ده ابني. طب حضرتك بصي من الشباك. نظام سامعني؟ نظام
ده مجنون ده ولا ايه؟ ده مش ممكن يكون طبيعي. معلش يا حبيبي، بابا بيحبك عشان كده عايز ينقذك. خلاص كده يا ريس، نزلني. شكرا. طمني. الحقنا يا دكتور، في مصيبه، الطياره كلها كلت المحشي وكلهم ناموا. طب ما كويس يا ابني، ايه المصيبه في كده؟ ما المصيبه ان الطيار كمان كل المحشي ونام هو الاخر، يعني الطياره طايره من غير سواق دلوقتي يا معلم. يا دي المصيبه. طب ما تخلي العنابي ينزل ونبعت معاه طيار ينزل الطياره. كده مش هنلحق يا اخوانا، الطياره كده نازله على جبال سينا. امال الزفت تيسير ده راح فين دلوقتي؟ انا دماغي وقفت، مش عارف افكر. طب ما تقول للعنابي ينزل الطيار على التاف وينزل بيها لحد هنا. ما ينفعش، العنابي مش متصمم لكده، حمل تشغيل العنابي 2 طن بس، والطياره طبعا اتقل من كده. يا اخوانا احنا قدامنا 10 دقايق والطياره هتضيع مننا. طب اسمعني، ما ينفعش نوصل الطياره تليفونيا باي طيار. ولو نفع ايه الفايده؟ هنخلي الطيار يوجه العنابي عن طريق التليفون والعنابي هو ينزل الطياره. الو، مين؟ طيارتي ايه؟ النبي مين يا ابني؟ هتوصلني بيه ازاي يعني؟ الو الو. اه يا باشا، انا في الطياره، اعمل ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي طلعك الطياره اصلا يا ريس؟ ابوس ايدك، مش وقت رغي. الطياره دي بتنزل ازاي؟ بتنزل ازاي؟ وانت كنت معاهم من الاول ولا طلعت الطياره ازاي؟ وكمان جوه كابينة الطيار. يوه يا عم الطيار، انا الراجل العنابي، انجز والنبي. ايه والله العظيم بجد انت الراجل العنابي ده؟ انا ولادي بيحبوك جدا 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 جدا، وانا كمان، انا كمان وانا صغير كان نفسي اطير زيك كده بالظبط، بس ابويا بقى الله يرحمه هو اللي قال لي يا نابلسي طالما عايز تطير هدخلك الكلية الجوية، ومن ساعتها بقى ما انا قصدي اسمي النابلسي يا استاذ عنابي. على فكره انا هلبس في الجبل بسبب رغي امك. لا 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 ما تقلقش. بص يا سيدي، انت قدامك دلوقتي 3 زراير، زرار ازرق وزرار احمر وزرار اخضر. ايوه صح. تمام، دوس بقى على الزرار الاحمر. والنبي يا عم ركز معايا، انا دلوقتي دوست على الزرار الاحمر. الفتيس بقى شده ناحيتك. ترجمة
حبيب بابا. انا بحبك قوي يا عمي. وانا كمان بحبك قوي يا دبدوب. دينا حبيبتي. دينا. دينا حبيبة بابا. متشكرين قوي يا استاذ بيرم، مصر كلها بتشكرك. عد الجمال يا فاروق باشا. اتفضل يا سريح بيه. الله ينور عليك يا بنت يا سلمى. احنا اليومين دول بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر شغالين صح قوي. طبعا، بس انا عايزاك بقى تقرا الخبر اللي تحت ده. فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة؟ ده بجد بقى؟ أخيراً؟ جاهزة للشغل يا سلمى يا قمر يا منورة كل حاجة حلوة أنتِ؟ طبعاً جاهزة. ها بقى هنبدأ إمتى؟ من دلوقتي، من دلوقتي يا سلمى. بس وإحنا بنبدأ كده أنا عايز أعمل حاجة مهمة أوي. إيه هي دي؟ لا معلش دي حاجة شخصية بس أعتقد إنها هتفيدنا جدا في الانتخابات. صباح الورد والفل والياسمين على أجدع وأحلى شعب في الدنيا. تعال عرفات. أقف رأي عرفات. تعال كده. أيوه كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قررت أنا صريح متولي الفيل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بناء على رغبة الشعب المصري العظيم. عمل حزب سياسي وانه مال يبقى زي الاحزاب اللي ملهاش لازمة. فتح قناة وقعد يهبل مع الناس قلنا مش مشكلة يعني بكرة يكبر ويعقل. رشح نفسه لمجلس الشعب وكسب قلنا يعني لو طلع ولا نزل ايه يعني احنا نقدر نجيبه في اي وقت. انما يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ده اللي ما يتسكتش عليه ابدا. يا فندم عاوزك تهدى شوية، الانفعال مش كويس عشانك. وبعدين صريح الفيل ده ولا حاجة من غير الراجل العنابي ده. ما انا عارف يا اخوي الكارثة ان هو والعنابي توأم ملتصق. هنفصلهم ازاي؟ يا فندم الموضوع محتاج اننا نفكر بحكمة وتريث لان الغلطة المرة دي بجون. جون واحد؟ الغلطة بفورة بتلات جوان بهاتريك. واحنا ما نقدرش ناخد الراجل ده في صفنا ويشتغل معانا ونديله اللي هو عايزه. وده هنوصله ازاي بس يا فندم؟ وبعدين واحد زي العنابي ده ممكن يكون سقف طلباته عالي جدا علينا. ايوه بس الحكومه ممكن تعمل له اللي هو عايزه لو وصلت المساله انها تعمل له وزاره بحالها تسميها وزاره العنابي والشباب. يا شرنقوطي بيه اسمح لي، انا من متابعتي لكل قضايا العنابي لغايه دلوقتي اقدر اقول لحضرتك ان عنده ولاء غير طبيعي لصريح الفيل. ده غير ان بيرم مدير اعماله بالرغم من انه صاحبي جدا الا اني حاولت اقنعه كذا مره ان العنابي يبقى معانا وهو رفض بشده. ايوه بس دي مصيبه، يعني هو اللي خلق العنابي ده ما خلقش غيره. لو نقدر نوصل للي اخترع العنابي ده ممكن نعمل عنابي لينا احنا كمان. حضرتك قلت ايه دلوقتي يا فندم؟ قلت هو اللي خلق العنابي ما خلقش غيره. وحضرتك نعمل عنابي لينا احنا كمان. ركز شويه معانا مش ناقصينك. بالعكس يا فندم ده انا مركز جدا. انا يا فندم تقريبا قدرت اوصل للحاجه اللي هتخلينا ندي لصريح الفيل اكبر قفا. طب قول يا عبقري. تفتكروا يا فندم امريكا ازاي قدرت تسيطر على العالم كله وترهبه؟ بالسلاح النووي وقله الادب. مش بس بكده، في سلاح تاني مهم جدا امريكا استخدمته حضرتك ما قلتوش. الافلام، الميديا، الفن. صح طبعا، بس ايه علاقه الافلام والميديا والفن بموضوعنا؟ اقول لحضرتك لما بنشوف يا فندم الفامباير وهو بيمص الدم من الضحيه في السينما، حضرتك هل ده بيبقى دم بجد ولا عصير فراوله او شربات؟ انت اللي شربات يا اخويا، هات من الاخر. زي ما امريكا يا فندم قدرت تصور للعالم كله ان الرجل الامريكي رجل خارق لا يقهر. على سبيل المثال يا فندم الفنان بروس ويلز لما بيطلع بالفانيلا في الفيلم كله وفي اخر الفيلم بيبقى واخد 40 طلقه ولسه عايش. احنا كمان يا فندم ممكن نعمل رجل شرطي خارق عن طريق الأفلام.
كمل كلامك عشان اقدر افهم. يعني يا فندم بدل ما نوجع قلبنا وندور على العنابي او ندور على اللي خلى العنابي عنابي، احنا يا فندم ممكن نعمل بطل خارق بافلام وكليبات احنا نصورها ونسحب الموكيت من تحت صريح الفيل. هنعمل بطل بالخدع السينمائيه زي الاستاذ فهمي عبد الحميد مع الاستاذ سمير غانم في فوازير الاستاذ فطوطه، لما طلعوا الاستاذ فطوطه فوق التلفزيون يا فندم لو حضرتك تفتكر. يعني ممكن نعمل راجل خارق بيطير عن طريق الخدع؟ طبعا يا فندم. خلاص فاروق كلم لنا فهمي عبد الحميد. للاسف يا فندم الاستاذ فهمي عبد الحميد تعيش انت. ايه مش مشكله يا فندم، ممكن نتصرف ونجيب حد تاني. تفتكروا يا فندم رجل شرطي خارق ممكن يبقى اسمه ايه؟ بتهيألي الراجل العنابي ده اسم اتحرق خلاص. اكيد يا فندم اكيد. ايه رايكم في اسم الراجل المصري الاسمر؟ بس كده نزعل البيض مننا يا فندم. ايه رايكم في بقى اسمه صريح جدا الرجل الشرطي؟ هاي عظيم. فاروق رتب مع تيسير واختاروا الرجل الشرطي ده. حاضر يا فندم. حد يعمل الرجل الشرطي؟ يمين سن يا عم ياسر. تاني كمان يمين سن. بس كده عسل قوي. بقول لك ايه يا عم ياسر، انا مكسوف قوي وربنا ان انا ما روحتش جبته من المطار. يا نجم لازم نتقل شويه، ده ما صدق بعتنا له على التوينتي وافق من غير ما يشوف الكلام. طب وانت خلصت الكلام ولا لسه؟ عيب تقول كده. ايه خلصت الكلام ولا خلصتش الكلام؟ ها طب والحته الانجليزي اللي هو هيغنيها كتبتها ولا لسه؟ كتبتها بالعربي وبعتها مكتب خدمه رجال الاعمال ان النص هتترجم بالانجليزي. في حاجه تاني؟ لا فل قوي كده يا عم ياسر. ده ايه ده ادب اخ؟ هو ده الطقم اللي هلبسه؟ انت متاكد ادب اخ ان ده موضه ولا هتكسفنا؟ لا انا كده هتضايق منك عصفور. اقول لك عارف الطقم ده مين اللي لابسه قبلك؟ مين؟ الاستاذ حسين فهمي في فيلم خلي بالك من زيزي. ايوه بس اللي يليق على حسين فهمي ما يليقش عليا، هو بيضاني وانا اسمر. لا هيليق عشان الطقم ده وان سايز. يا ابن الصيعه يا بخه. انا نضفت الاوضه يا نجم. حلو قوي. ادي كوبايه. عايزك بقى تفرش ملايه وكيسين مخدات ابيض من اللي لسه جايبينهم جديد، وتحت الملايه تحط ايه؟ مشمع انكيس يعني. هو هيبات هنا؟ امال ايه يا عم هيثم؟ عايز يبقى بيتي مفتوح وانزله في لوكاندا؟ مش هيحصل وربنا ما هيحصل. تامر حسني ينزله في لوكاندا انما عصفور ينزله في بيت مع اخواته. قول له يا باخي. بقول لك ايه ده كوبايه؟ عايزك تخش المطبخ تجيب ثلاث اربع ازايز ميه معدنيه وثلاث اربعه كده ايه؟ كنز سفن، وتحطهم له في قلب الاوضه عشان لما يجي يلاقيهم. حصل وشربتهم كلهم الكنز دول. ايه؟ بقول لك يا عصفور. هو ده بقى شادي اللي انتوا قافلنا بيه ده؟ هو ده شادي؟ يا نهار ازرق ده عصفور يا ابن الجزم. وربنا وربنا مسربه ثلاث مرات وبيرجع تاني. كوسه. حط الكوسه الاول وبعديها البتنجان. نحط الكوسه الاول وبعديها البتنجان. نحط الكوسه الاول وبعديها البتنجان. وصل اهو. بقول لك يا ابله نظيره اطلع استنيني بقى انت في الكنترول، واول ما نبدا تصوير خليكي معايا على طول على الايربيس. اوعي إيه تسيبيني. ها يلا. حاضر يا صريح بيه. حلوه الحركه دي. اهلا يا بيرو يا حبيبي. منور الدنيا كلها يا بيرو يا عسل يا قمر يا منور كل حاجه حلوه. الدخله دي تبقى عايز مني حاجه على طول. امورني يا انكل خير ان شاء الله؟ طبعا خير. وهو انا عمري عوزتك غير في الخير يا ابني؟ شوف يا دكتور بيرم، انا حكي لك من الاخر وبالصراحه اللي انت عارفني عنها. انت طبعا عرفت ان انا خلاص نويت انزل انتخابات الرئاسه، وده موضوع جد لا يحتمل اي هزار. عشان كده انا محتاج الراجل العنابي كتفه في كتفي ما يفارقنيش على طول ومن النهارده. وماله يا انكل؟ انت عارف ان العنابي تحت امرك. لا العنابي تحت امرك انت، انت اللي تحت امري انا. متفقين. يبقى في النهايه العنابي تحت امرك. انا لزوم انتخابات الرئاسه لازم اعمل دعايه جامده جدا، ولزوم الدعايه دي لازم انزل الشارع. عشان كده انا نويت الف مصر كلها اجوب كل المحافظات، ولازم العنابي يبقى معايا على طول كتفه في كتفي ما يفارقنيش، ويتحدث عني ويظهر قدام الناس كانه عمود اساسي من اعمده حزب الصراحه. راحه.
مفيش مشكلة، أرتب لك مع العنابي ينزل معاك ندوة ولا اتنين كده يصيطك. ندوة ولا اتنين؟ بتنجان ولا كوسة؟ جريها بيرهم، بتركز معايا أمال. بقول لك عايز العنابي كتفه في كتفي، ما يفارقنيش لحظة. ماشي، أكلمهولك يبقى معاك في كل المحافظات. بس قبل ما أكلمهولك، كلمني أنت بقى عن فلوسك. حلو منك دي، كده أنت ماشي معايا صح. بص يا بيرهم، كل محافظة هيروحها ويكون معايا العناب يحضر ندواتها ومؤتمراتها ويتكلم باسمي، أنا آخر الليل هحط في جيبك ورقة. حط في جيبك ورقة؟ ورقة إيه؟ ورقة لحمة من اللي بتطبخها؟ ورقة لحمة، بس ورقة لحمة من الفخدة شيك بمئة ألف جنيه. أوبا، ده دي حلوة منك قوي دي. عيب عليك، دي رياسة يا برنس، يعني لازم تتكلف صح. أنا عايزك تقعد مع نفسك بقى يا بيرم وتحسبها مظبوط. 26 محافظة في 100,000 جنيه، شوف هيدخل في حسابك قد ايه. بس شرط واضح ومعروف ولا يقبل الهزار، العنابي كتفه في كتفي ما يفارقنيش لحظة. كتفه في كتفك بس، ده انت انكل لو عايزني ادخله معاك الحمام هدخلهولك.